لكن في خضم الفرحة النهاردة جهزنا بالفيديوهات الخاصة بحفل تكريم بطل الأهلي أو بطل الدوري. نشوف الأستاذ عمرو الجنايني في كلمته المهمة اللي أشرنا لكم عليها في بداية الحلقة، ماذا قال رئيس اتحاد الكرة لبطل الدوري الليلة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة اللواء محمد نور المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة مندوبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، السيدات والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، يطيب لي أن أقف اليوم مهنئا للنادي الأهلي العريق بمناسبة فوزه بدرع مسابقة الدوري العام لموسم 2018-2019 وتسليم درع المسابقة لرجاله المخلصين الذين يمثلون ركنا أساسيا وقاعدة رئيسية للكرة المصرية. إننا اليوم ونحن نحتفل بنادي مصري كبير في حجم ومكانة النادي الأهلي، إنما نحتفل بعراقة كيان وطني على مدار التاريخ وداعما قويا في مسيرة الكرة المصرية، ويحدون الأمل الكبير أن يبقى نموذجا تحتذي به الأجيال الصاعدة، لا سيما ونحن نبتغي آفاقا جديدة للكرة المصرية ونحلم سويا بمستقبل كروي مبهر لبلدنا الحبيب. إن الآمال الكبيرة التي نحملها لكرة القدم المصرية لا يقوى على تنفيذها إلا من هم بحجم هذه الآمال وبعراقة هذا النادي الكبير، لنضع القواعد الصحيحة للتنافس الشريف وللانطلاق نحو غد أفضل ومشرق بإذن الله. دمتم في محبة وسلام، ودمتم مجال فخر للكرة المصرية وجماهيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.